ده 100 100. انت ال 100 100. طب هنا الرصيد، هنا صور انت. اصورك؟ لا ما تصورنيش انا. خلاص بصورك. حلو تكون بداية مختلفة نوعا ما، مش من مطار، مش من اي مكان. احنا في محطة القطار متجهين كمان الاسكندرية قبل اي اشي ثاني. بما انه احنا بلشنا اساسا الفيديو باختلاف، فهاي المرة انا مش لحالي كليا. من القاهرة الاسكندرية ما يقارب 2.5 ساعات. شط اسكندرية شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية او ليالينا ضية، احملها بعينيا شط اسكندرية. مصر ام الدنيا. واخيرا طلع الصبح وبنقدر نحكي لكم يا صباح الخير جميعا. احنا متواجدين في بلد الميت مليون، البلد اللي مستحيل تشوف فيها شارع نايم، البلد اللي دائما 24 ساعة شغالة ليل نهار. بس احنا بلشناها في الاسكندرية مش من القاهرة. ليش؟ لان انا اكثر حدا في الدنيا بيقتلني الحماس لما يكون في مكان بيستحق انه نصوره. فعشان هيك عرفنا في مكانين في الاسكندرية احنا اجينا عشان نصورهم في اليوم اللي احنا فيه حاليا. معقول يا احمد تيجي على الاسكندرية عشان تصور بس مكانين؟ اجيت على الاسكندرية عشان اصور هذول المكانين بس. الاسكندرية كبيرة والاسكندرية كثير حلوة، بس انا عندي غريزة لما اعرف في مكان غريب وحلو لا اراديا لازم اروح اشوفه. فعلشان هيك احنا اليوم رايحين لرابع اكبر مكتب في العالم متواجد في الاسكندرية، ورايحين على مكان فتحوه بيمثل عادات وتقاليد لجماعة مصريين محبوبين كثير جدا. فخلينا نبلش اليوم بسم الله. تمام، كل دولة بالعالم في عادات وتقاليد، هذا ليش ما عليه أي اختلاف، بس أنت لما يكون في عادات وتقاليد حابب تورجيها للناس تكون شغل إلك، أنا بيفرق الوضع كلياً. واحدة من الشغلات اللي في الإسكندرية فعلياً كثير حلوة وكثير خرافية اللي هو كافيه ونجي. مصرية بحت اللي هي في أسوان واسمهم نوبي. كونه احنا لساتنا في الإسكندرية راح نروح على أسوان إن شاء الله، وراح نصور كل الاشي اللي بصير جوا الكافيه بس بأسوان، من بيوت عادات وتقاليد إلى أغاني تبعتهم كلياتها راح نروح نشوفها سوا. بس خلينا نشوف أول اشي لمحة عنه في الإسكندرية. طبعا مدير المكان حكى لنا راح يعمل لنا عرض نوبي، هو رقصة شعبية عنده. صاحب الكافيه حكى لنا نعطيكم شغلة يتميز فيها المكان اللي احنا فيه. نعم. طيب
حاليا احنا رايحين على مكان يعتبر من احلى الاماكن اللي فيها غروب الاسكندريه. السلام عليكم. وهي حاليا رجعنا لكم من اكبر رابع مكتبه بالعالم وفي قلب الاسكندريه، مكتبه الاسكندريه. ما بعرف هو جايبني على مكاتب، انا بروح اكل، هو جايبني على مكاتب اقرا كتب، انا بدي اكل. واحد من شرطه غريبه برضه. طبعا انت اول ما تفوت على المكتبه راح تشوف القبه، طبعا هاي القبه كثير بصير في عندها عروض، لكن للاسف ما في عرض اليوم. بص دخل تذكرتين، انا ليش فيه هو على حجمين، هو دخل تذكرتين، لا هو كل واحد قطع لنفسه. شكرا انت. اوف يا اخوان مش هيك 10 اخوان انتم متخيلين في طابعة هان من عام 1770. طبعا بحكي لك هاي المكتبة فيها جميع الجرايد اللي صدرتها مصر من قبل ابصر كم سنة لهسة، كل الجرايد موجودة هان هان بدروج، فيها جميع الجرايد القديمة اللي حكيت عنها، وفيها كمان جميع الخرائط. متخيلين كمان؟ شوف شوف شوف. يعني انت مثلا بدك عن القانون، اوكي القانون، اوكي هي القانون. بدك تتعلم مثلا لغات انجليزيه ولغات اخرى، اوكي هي صف كامل للغات. طبعا المكتبه مش بس النا، كمان المكتبه عاملين لها قسم كامل للمكفوفين، الهم جميع الكتب اللي هم بيحتاجوها وبدهم اياها. المكان مش محتاج ان نحكي عنه كثير لانه لحاله قاعد يحكي عن حاله. بدي كتب الاكل، وينهم؟ بده كتب الاكل. سلام. طيب يا جدعان احنا هيك وصلنا لنهاية هذا الفيديو، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا فيه، وبنشوفكم بالجاي على خير وسلام.